تزايد مقلق لحالات الانتحار في العراق يستدعي تحركا من الجهات المعنية، خصوصا في البصرة وميسان والناصرية، بعد أن سجلت مدنها تزايدا ملحوظا في انتشار هذه الظاهرة. محللون عزوا أسباب زيادة الحالات في البلاد إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الأفكار المتطرفة التي تروج لها بعض الجماعات، إلى جانب انتشار المؤثرات العقلية والمخدرات. زاوية العوامل النفسية اللي تأثرت أو أثرت على الشاب نفسه. اليوم عندنا البطالة، عندنا العنف الأسري، يعني خاصة نشوف العنف من الأب أو من أحد المربين لهذا الشاب، فتلقى الآثار السلبية من العنف الأسري أو من البطالة هي تأثر على الشاب نوعا ما. النقطة الثانية هي نقطة المؤثرات العقلية والمخدرات، هذا جانب جدا مهم. يمكن يعني الحكومة المحلية صوت ندوات، سوت مؤتمرات بخصوص هذا الجانب، لكن ما أثر ذاك التأثير اللي ممكن يساعد أو يقلل من هذه الحالات. وتعد فئة الشباب من أكثر المتأثرين في الظواهر السلبية، ومنها الانتحار، إذ تساهم بانتشارها البطالة والتأثر في مواقع التواصل في ظل نقص الوعي. وبحسب مصادر أمنية، فإن عدد حالات الانتحار خلال الشهر الماضي بلغ 53 حالة، معظمها لأعمار تتراوح بين 16 و50 عاماً، ولبغداد النصيب الأكبر منها. بالحقيقة في الفترة الأخيرة كثرت حالات الانتحار من قبل الشباب بشكل عام في العراق وفي البصرة أيضاً بشكل خاص. أكو أسباب كثيرة تؤدي إلى الانتحار، أغلبها أسباب نفسية وأسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. احنا كلجنة أمنية دورنا أن نراقب الأماكن التي تستخدم دائما للانتحار، الأماكن العامة، الجسور، الطرق، النهر، شط العرب. لعلاج ظاهرة الانتحار أطلقت وزارة الصحة في شباط الماضي الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الانتحار من دون أن تفصح عن تفاصيلها، ويؤكد مسؤولون أنها تتضمن محاور وبرامج خدمية ونفسية وتنموية للفئة الأكثر هشاشة في المجتمع، فيما يدعو مختصون إلى تكاتف جميع الجهات لمنع انتشار هذه الظاهرة.